الصراع في السودان يفتح باب مواجهة جديدة بين روسيا والغرب، وموسكو تكشف رسمياً ولأول مرة عن دور مجموعة فاغنر هناك. وزير الخارجية الروسي ومن المقر الأممي في نيويورك كشف أن للسودان الحق في الاستفادة من خدمات فاغنر، فضلاً عن كلام لافروف رئيس فاغنر أكد استعداد مجموعته للتدخل في حال طلب الشعب السوداني ذلك. إذا طلب الشعب السوداني فسأرسل بالتأكيد مهمة حفظ سلام إلى السودان من قبل شركة فاغنر العسكرية الخاصة. ولو كانت فاغنر هناك أعتقد أن الحرب لم تكن لتبدأ في السودان. فاغنر لا تبدأ الحروب، إنما تنهيها دائماً. لكن كيف تطورت العلاقات السودانية الروسية وصولاً إلى تعزيز دور فاغنر؟ موسكو أسست لوجودها في السودان منذ عهد البشير من خلال تحسين شروط عمل شركات الطاقة الروسية وأخرى تنشط في مجال التنقيب عن الذهب والثروات الأخرى. أيضاً أبرز ما عزز الوجود الروسي في السودان هو السلاح الذي أصبحت بسببه المصدر الرئيسي للجيش السوداني، فتحولت الخرطوم إلى ثاني شريك عسكري لروسيا في القارة الأفريقية بعد الجزائر. بعد تلك الخطوات وتحديداً عام 2017 وقع السودان اتفاقاً مع روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر تستضيف سفناً روسية، بما في ذلك سفن تعمل بالوقود النووي على أن يتمركز فيها 300 جندي. اتفاق أثار قلق الغرب بدوره في تعزيز الاستراتيجية الروسية في أفريقيا وعلى سواحل البحر الأحمر. ورغم وقف العمل بالاتفاقية بعد الإطاحة بالبشير، إلى أن مصالح موسكو في السودان دفعتها إلى الإبقاء على علاقة وثيقة مع اللاعبين الأساسيين خلال السنوات الماضية. لكن تميزت مع حمدتي خصوصاً على خلفية تزايد التقارير حول إمداد قواته بالسلاح والمساعدة العسكرية الروسية من خلال قوات فاغنر. محاسن حدارة، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.